السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حاجة مهمة جدا، ومجموعة كبيرة جدا من الطلبة بيواجهوا مشكلة فيها في الامتحانات طبعا، ألا وهي اللي هي موضوع المحادثة الديالوج، اللي هو بيبقى سؤال محادثة بين اتنين أو بين أكتر من اتنين. مش مشكلة السؤال ده الأساسية إن في مجموعة كبيرة جدا من الطلبة مش بتعرف تعمل سؤال، تكون سؤال والمحادثة شغالة. يبقى احنا النهاردة ان شاء الله هنشتغل على how to make a question. how to make a question how to make a question ازاي نكون سؤال. how to make a question. How to make a question في نوعين فقط في اللغة الإنجليزية من questions. النوع الأول yes or no. yes or no اللي هي أسئلة نعم ولا، أسئلة نعم ولا. في قاعدة احنا بنمشي عليها عشان نكون سؤال yes و no. القاعدة بتقول فعل مساعد بلس فاعل زائد فعل، ولو في حاجة تاني نكمل الجملة وعلامة استفهام. طبعا القاعدة دي فعل مساعد فاعل فعل، كلام مش واضح هنبدأ نفسره. الأفعال المساعدة هنكتب كده، عندنا am is are، عندنا was where، عندنا have، عندنا has، عندنا هات، عندنا كان، عندنا كوت، عندنا ويل، عندنا وود، and so on. يبقى am is are was where have has can could will would. كل الافعال المساعده دي هيكون معناها حاجه واحده بس في بدايه الجمله، معناها هل، بلس الفاعل. الفاعل طبعا احنا دايما بنقول السبع ضمائر او اي اسم، يعني الاي الوي اليو they he she it. والverb اي verb طبعا، زي watch play اي verb. لو في بقى جملة ننزله علامة الاستفهام. التركيب ده على بعضه هيكون دايما اجابته yes or no. يعني احنا مثلا بنلاقي محادثة شغالة، نيجي في وسط المحادثة، مثلا محادثة بين احمد وهيز فريند علي، وهنا مطلوب مني question. لا هنا تحت مثلا yes I can swim. yes I can swim مطلوب اعمل question. طالما انا عندي في الاجابة yes or no، نعم او لا، اول خطوة بحذف ال yes او ال no وابدأ اطبق قاعدة yes و no اللي هي بتقول فعل مساعد فاعل فعل. لازم اكون حافظ الافعال المساعدة دي. هنا I can swim، في فعل مساعد ولا مفيش؟ طبعا في، مين؟ can. يبقى هنطلع هنا ب can، وال I طبعا بتحول في السؤال الى you، يبقى can you، ونزل كلمة مين؟ swim. تمام. طب افتراضا جاب لي مثلا جملة تاني محادثة، اي اتنين عايزين question، هنا الإجابة yes أحمد likes English، بيحب اللغة الإيه؟ الإنجليزية. طبيعي قلنا هنشيل yes أو no. هنا أحمد likes، عايزين فعل مساعد، الجملة دي مفيهاش فعل مساعد، هنا عندنا كلمة likes، likes مش فعل مساعد. هنا هنعمل إيه؟ هنا لازم نجيب من عندنا فعل مساعد. ايه الفعل المساعد اللي احنا نجيبه في الحالة دي؟ بيقول لي لما ما يكونش عندنا فعل مساعد في الجملة، عندنا ثلاث افعال هنلجأ ليهم، يا اما do، يا اما does، يا اما did. امتى do، امتى does، امتى did؟ do لما يكون فعل موجود عندي في الجملة، مضارع ليس به اسم،
وداز لما يكون الفعل مضارع به اس زي لايكس، وديد لما يكون الفعل في زمن الباست. يعني باست يعني فعل ماضي، دو داز ديد افعال مساعده، هيجي بعدهم برضو الفاعل اللي هم السبع ضمائر، وهيجي بعدهم الفعل. بس ناخد بالنا الفعل مع دو وداز وديد لازم يكون في الانفينيتيف، يعني لازم يكون فين؟ في المصدر. يلا كده، يس احمد لايكس انجلش. لايكس قلنا مش هينفع، هنا لايكس ده فعل به اس، هنجيب له مين؟ داز. يبقى هنقول داز واطلع بالفاعل اللي هو مين؟ احمد، والمصدر من لايكس لايك ارجعه لاصله علشان خاطر داز، وانزل كلمه مين؟ كلمه انجلش. ندي جمله تاني على دو وداز وديد علشان تتفهم اكتر من كده. ندي جمله تاني، اتنين بيكلموا بعض برضو، حادثه. نو no. طبعا يعني ايه؟ لا. He went to the zoo. No, he went to the zoo. لا، هو ذهب إلى زو، اللي هي حديقة طبعا الإيه؟ حيوانات. نعزف النو. أمسك went. went ده فعل إيه طبعا؟ ماضي، هنجيب له مين؟ did. والفاعل he، وهنرجع went لأصله هيبقى go to the، ونحط طبعا اي مكان غير زو عشان معنى الجمله، مش هينفع اقول له هل انت رحت الزو هيقول لي لا هو راح الزو، فطبعا يبقى did he go to the cinema، هل هو مثلا راح السينما؟ no he went to the zoo. ده النوع الاول اللي هو yes و no. نكتب القاعده بتاعته تاني، هنبدا بفعل مساعد لازم يتحفظه، بعد كده الفاعل زائد الانفينيتيف اللي هو الفعل. تمام، هنبتدي ندخل على النوع التاني. النوع التاني في make a question، في تكوين السؤال، اللي هو WH question، اللي هو السؤال بكلمة استفهام. السؤال بكلمة استفهام. القاعدة نبدأ في الأول بكلمة الاستفهام، نفس القاعدة اللي فاتت يا جميع المراحل طبعا، أولى وتانية وتالتة، فعل مساعد بلس فاعل زائد فعل، يبقى نفس القاعدة اللي هناك اللي بيزيد علينا كلمة الاستفهام. النوع ده طبعا مطلوب ان احنا نكون عارفين كمية كبيرة من ادوات الاستفهام، ممكن اكتب كده شوية منها مش كلها طبعا. when، وان معناها طبعا ايه؟ متى. ممكن نكتب what، يعني ايه what؟ ما او ماذا. ممكن نكتب who، معناها من، تسأل عن العاقل. ممكن نكتب why، لماذا، تسأل عن السبب. where، أين، تسأل طبعا عن الايه؟ المكان. which، أي أو أيهما للاختيار. ممكن نكتب طبعا how، معناها كيف، تسأل عن الحالة والوسيلة. عندنا برضو how long، يعني how long، كم طول المدة. how much، كم الثمن أو كم الكمية. وعندنا طبعا how many، يعني how many، كم العدد. ندي جملة كده مع بعضنا ونشتغل عليها. هنقول مثلا I go to the cinema to watch a film. I go to the cinema، أنا بروح السينما، to watch a film، علشان أشاهد فيلم. عايزين هنا نعمل question، عايزين نعمل سؤال. طالما الجملة مش بتبتدي ب yes و no، لازم أجيب كلمة استفهام. نشوف الجملة تاني، أنا بذهب للسينما لكي أشاهد فيلم، لكي أشاهد فيلم، يبقى لماذا؟ لماذا يعني إيه؟ why.
وهنشيل الجزء ده طبعا عشان ده يعتبر هو الإجابة. هنطبق القاعدة العادية بتاعتنا، فعل مساعد I go. go فعل مساعد؟ لا طبعا، هنجيب له يا دو يا داز يا ديد. هنا go فعل ليس به اس، يبقى هنجيب له do. لو كان goes كنا جبنا does، لو went كنا جبنا did. والآي اللي هي الفاعل، القاعدة هنا فوقها تحول إلى you، والفعل من go فعل في المصدر go، يبقى why do you go، ونكمل to the cinema. لماذا أنت تذهب إلى السينما؟ طبعا هو رد قال أنا بذهب إلى السينما لكي أشاهد فيلم. ندي جملة كمان، I saw her، أنا رأيتها last week. يعني last week؟ الأسبوع الماضي. أنا رأيتها الأسبوع الماضي. عايزين علامة استفهام، طالما فيش اس ونو يبقى متى. متى يعني ايه؟ طبعا when، وهنحذف last week. أمسك سو. سو طبعا مش فعل مساعد، سو الماضي من سي، وطالما فعل ماضي يبقى هنجيب ها did، والآي يحول إلى يو، يبقى ده استفهام فعل مساعد فاعل. وسو طالما احنا جبنا من عندنا دو او داز او ديد، لازم ارجع الفعل المصدر، من سو هيبقى سي، وهنزل كلمة هير زي ما هي، تبقى when did you see her، متى رأيتها. I saw her last week، انا رأيتها الاسبوع الماضي. وبكده طبعا نكون انتهينا من شرح how to make a questions، كيفية تكوين السؤال. كده أتمنى نكون قدرنا إن احنا نحل مشكلة بسيطة، ولا وهي مشكلة الديالوج، المحادثة، لأن بأصعب جزء فيها اللي هو تكوين السؤال. قلنا إن احنا عندنا نوعين من تكوين السؤال، النوع الأول فعل مساعد فاعل فعل، والنوع الثاني كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. ياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.